تبقيني اخر او اكبر احداثي بالاكس، يعني اخر اكس موجوده في المحور السيني. وهنا أنا الاكس على كل مره زيدت 3 طبعا انت هنا بكيفك، فهنا انا زيدت كل مره 3 اوكي. فاذا الاكسات اولدها ما عندي بها مشكله. هسه كل اكس اولدها لازم شو اسوي لها؟ احسب لها الواي. فاول اكس جت قيمتها صفر، فالمفروض احسب لها الواي. الواي شو تساوي لي؟ الاي اللي هو الامبليتيود، هنا ردناه 50، طبعا الامبليتيود انطي منطوق السؤال. فهنا قيمة اي 50 في الزاوية مالتي منين بديتها؟ هياتها بديتها من الصفر، فسويت لها الزاوية حتى كتبتها باللون الاحمر، ضربتها في باي على 180 حتى احول الى قياس النصف قطري. طبعا هنا الباي شوية زيدت الدقة مالتها، بدل ما اخذت 14% اخذت 141 بالالف. واضح طلاب زيدت الدقة بس حتى مالت الرسم يعني حركة الدائرة تكون قريبة من الساين ويف. هسه الاكس اصبحت معلومه والواي اصبحت معلومه. هسه انا ايش حسوي طلاب؟ حجي ارسم المحور السيني، فهذا اللاين، هذا اللاين اللي عندي بعنا كاتبه ملاحظه درو اكس اكسز. جيت سويت بديت باللون الابيض، رسمت باللون الابيض وجيت رسمت المحور السيني بدا من الصفر. طبعا انا رايته بنص الشاشه طلاب، واضح بنص الشاشه رايته، معناها الواي ايش قد لازم؟ احنا مو عندنا شاشه احداثياته 640 في 480، معناها الوايات انا ما اريد نص الشاشه، فالاكسات كلها حاخذها من الصفر لحد اخر اكس المحور السيني، بس الواي ايش اريده؟ هم 480 فاخذ نصه حتى يصير المحور السيني بنص الشاشه، معناها مو عندي 480 لازم ايش قد تكون عندي؟ 240. فلذلك ايش قلت له اني؟ من تحسب المحور السيني ابدي من اول اكس بالشاشه، اما الواي اليومن جيت ماكس واي. فايش قد قسمته؟ قسمته على اثنين، يعني انت اخذ لي اكبر واي بالشاشه بس قسم على اثنين حتى اخذ نص الشاشه بالنسبه للواي. ونفس الشكل اخر اكس بالشاشه، مو اني اريد محور سيني يعني يبدي من الصفر الى حد اخر اكس بالشاشه، فالاكس الثانيه الاحداث الثاني لللاين حيبدي من جيت ماكس اكس، فجيت ماكس اكس حتعطيني اخر احداث سيني بالشاشه، يعني اللي هو 640. زين، فمعناها الاكسات منين حتبدي؟ من الصفر، اوكي؟ واخر اكس بالشاشه من هو الجيت ماكس اكس اللي هو 640. بما انه خط افقي فشوف هنا الواي ايش قد قيمتها؟ جيت ماكس اكس على 2، وهنا مالته نفسه جيت ماكس اكس على 2. فبما انه انا رايده ارسم خط افقي، طبعا المحور السيني افقي مو تمام، فبديت بالنسبه للاكسات بديت من الصفر، اوكي؟ واخر اكس بالشاشه من هو جبت استفاديت من الداله جيت ماكس اكس حتى ترجع لي اخر اكس بالشاشه اللي هو 640. اما بالنسبه للواي فهذه بالنسبه للواي انا المحور السيني يرسمه بنص الشاشه، فما اريد اخر واي. فاحنا كم واي عندنا بالشاشه؟ عندي 480، نصها ايش قد؟ 240. فاستفاديت من الداله جيت ماكس واي وقسمتها على 2 حتى المحور السيني يصير بنص الشاشه. واضح طلاب؟ فهذا المحور السيني بالنسبه لنا، طبعا وهذا مو الاصلي بس مجرد حتى انقلت فكره الساين واي. زين عند الطلاب؟ بس نرجع، الاكس انا حسبتها، الواي انا حسبتها، انا شو اريد؟ اريد الكره وين تتحرك، الدائره وين تتحرك على المحور السيني اللي انا رسمته. فهنا انا ايش قلت له؟ كل واي تحسبها، الواي تحسبها، حد شويه تلعب بقيمتها، ليش تلعب بقيمتها طلاب؟ حتى اخلي الدائره من ترسم تصير قريبه من المحور السيني المقلد اللي انا رسمته. فايش قلت له هنا؟ كل واي تحسبها، تعال شويه تلعب بقيمتها. فالواي جديد ايش يساوي لي؟ يساوي لي جيت ماكس اكس واي على 2 ناقصا واي اللي انا حسبتها. ليش هيك يساوي الطلاب؟ حتى اجيب الحركه، يعني حتى اخلي حركه الدائره صار قريبه من المحور اللي انا رسمته هنا. أنا. واضح طلاب؟ فاحنا محورنا الافقي السيني من حدد مكانه بالدرجه الاولى هو الجيت ماكس واي، اخذت نص الوايات. واضح طلاب؟ لذلك كل واي احسبها ابدل قيمتها جيت واي جديدة تساوي جيت ماكس اكس واي على 2 ناقصا واي، الواي الاصلية اللي انا حسبتها بهذه الخطوة. ليش انا هيك اسوي الطلاب؟ بس حتى الدائرة مو ارسمها تكون قريبة من المحور السيني اللي انا رسمته. طبعا هو محور قلنا مقلد مو حقيقي، بس حتى نحقق او نكون او نرسم في شيء يحاكي حركة الساين واي. هسه الاكس اصبحت معلومة والواي اصبحت معلومة، المحور السيني المقلد انا رسمته، هسه حاجي ارسم الدائرة بحيث تتحرك مثل الساين وايف. الدائرة أنا رديتها باللون الأصفر، فجيت يلو رسمت الدائرة. شوفوا مركز الدائرة من هو؟ الإكس والواي اللي أنا ولدتها،
هذا مركز ليش طلاب حتى تتحرك مثل الساين ويف، واضح طلاب؟ فمركز الدائرة هنا هو الاكس اللي انا حسبتها بالفور، والواي اللي انا حسبتها بالساين، حتى تتحرك حتى الدائرة كل من كل مرة ارسمها بموقع جديد، معناه كل مرة ابدل مركزها، فكل مركز جديد حترسم به الدائرة بموقع جديد، فحركة الدائرة من الرسم شلون حتكون تشبه الساين ويف. اوكي طلاب، فإذا مركز الدائرة هو الاكس والواي اللي انا ولدتها في بداية الحلقة التكرارية. هسه انا رسمت الدائرة، جيت لونتها باللون الاصفر. هسه انا مو رسمتها، ايش خليت هنا؟ انا خليت ديلي، عرض الدائرة لفترة من الزمن، ورا ما عرضتها وخلصت وشفتها سويت لها، سويت لها كلير ديفايس، حجي امسحها. اوكي طلاب، سويت للزاوية بدلتها، لان احنا كل مرة نتحرك زين، فانا كل مره قد ازيد الزاويه ازيدها 5، طبعا انت كيفك، انا هنا انا زيدتها 5. هسه هذه اول صوره رسمت. هسه ايش حسوي؟ حرجع من جديد، شو يصير بالاكسات؟ حتتبدل، معناها حرسم دائره في موقع جديد، فتبدلت الاكس. على اساس هذا الاكس الجديد ايش حسوي؟ لا احسب لها واي جديده، واجي احدد قيمه واي حتى واي تكون قريبه. ليش انا يعني كتبت جيت ماكس اكس واي؟ حتى تكون حركه الدائره قريبه من المحور السيني المقلد اللي انا رسمته. ورد حي رسم المحور وحرسم الدائرة في اكس واي جديد، ابعد طلاب كل اتريشن ارسم الدائرة في موقع جديد. مثل ما قلت لك، اذا انت تحب تسوي حركة، فالمفروض الصورة اللي انت تحب تتحرك كل اتريشن ترسمها بموقع جديد. فهنا الدائرة حرد ارسمها في اكس واي جديدة، همتين الونها واعرضها لفترة من الزمن وامسحها، وهكذا الى ان تخلص كل الاكسات الموجودة بالشاشة. مثل ما قلت لك، بسبب سرعة الحاسبة البصر حينخدع وتحس انه الدائره هذه في حاله حركه. احنا بالحقيقه ما نتحرك، احنا كل مره نرسمها في موقع جديد، بس بسبب سرعه الحاسبه حنشوف ان الدائره في حاله حركه. واضحين الطلاب؟ فهذا البرنامج عندكم موجود بصفحه 36-37 بالملزمه. نفذه حتى تفهم الفكره اكثر. الان حنتقل الى تنفيذ البرنامج حتى تشوفوا بعينك شلون احنا سوينا دائره تتحرك مثل حركه الساين ويف. طبعا هنا انا عندي فيديو حننفذه حتى نشوف الدائره شلون بتتحرك. هذا تنفيذ البرنامج طلاب، هذا تنفيذ البرنامج مثل ما تشوف المحور السيني، طبعا رسمناه وهذا مو حقيقي طلاب، بس احنا بس حتى نقلد الفكره مالت الساين ويف، وشوف الدائره بتتحرك مثل الساين ويف، مثل موجه الجيل. مثل ما قلت لك، احنا كل مره بدنا نرسمها بموقع جديد ونسوي كلير ديفايس زين عيني طلاب، بس بسبب سرعة الحاسبة، بسبب سرعة الحاسبة حنحس انه هذه الدائرة في حالة حركة. وهذه هي الطريقة الأولى اللي نسوي بها حركة لغة C++ باستخدام الكلير ديفايس. أتمنى الفكرة تكون واضحة.